كم؟ سلام. أطال بيتزا؟ بدري ساعة ونص. يا أخي شو سوي تأخرت السيارة تعطلت عليه والله. يا أخي مشكلتك ذي؟ طب دق علي قلي بتأخر يا أخي، مو بطريقة ذي. السلام عليكم. السلام. طالب بيتزا؟ بدري. معلش أنا آسف تأخرت السيارة تعطلت عليه والله. ساعة ونص طيب. وش اسوي والله يا ولدي؟ والله اضطريت اني امشي عشان يا اخي ساعه. دق علي طيب قل لي يا اخي متاخر. معلش اعتبرني زي ابوك. ما انت ابوي يا اخي. الناس كانت بتسمع الكلام وهي في حاله صدمه من اول لحظه. ما انت ابوي يا اخي. معلش انا اسف وهذه البيتزا وانا اسف للاسف ذي يا اخي. باكل بارده ما ابوي انت. هي بارده ما هي بارده ان شاء الله. لا بس طالب بيتزا بارده. اسمع إذا ما احترمت الرجال احترم عمله وماسك هذا. طيب ترى تاكل شيء بارد؟ أرضى أكل شيء بارد غيرك ما حصل. رجال كلب ربوك يحترمه غيرك ما حصل ياكل وأنت جالس تنافق عليه. كل البيتزا اللي كنت وعيالك جايع كلها مو مشكلتي. لا خلاص يا خلوه عشان يدفع لازم يقيد. أنا أدفع لك. كم حساب هذا؟ هو اللي طلب، هو اللي طلب البيزا لازم. أنا رجال أنا أدفع لك خلها. الرحمة أفعال ومواقف بجد. مالك دخل. تعال. خلا أخوه هو دافع خلاه شو اسمه؟ مشكلة خلاص. خلا لا. رشة بس خلاص. حقك يجيك. يا أمي تأكلين باردة بيتزا عادي؟ بس إجابها شخص حتى عندي معلش بشيلها. الدنيا ما تسوى. وده كان تصرف من القلب بجد. هو بيدفع، هو بيحاسب، هو اللي بيطلب، هو اللي طالب يا خالة. خلاص. الكلمة الحلوة والقلوب الطيبة تقدر تغير حياتنا كتير. أنا ما أكلها باردة، الحين يقول لي أبي فلوس، ماني معطيه شيء. أنا يلا انقلع يا أخي انقلع، شو واقف عندي يلا. احترم أقل شيء. أنا بعطيه فلوس، كم سعرها؟ كم؟ ما يخالف كم؟ خلاص تحت؟ لا ما هي دي الصدمة. لا. والله ان لعيالك يمين بالله العظيم سحلفت بالله العظيم انت اخذ لعيالك يلا طب ايش دخلني ساعه ونص دق علي طيب ياخذ فلوس على الخشب وفجاه بدا الانفعال يزيد مع كل الناس تاكلها برده تحاسبها بعد عليها تحاسب عليها وهنا كان لازم نسيطر على الموقف بسرعة. وين وصلت بالضرب؟ ليش وصلت للضرب؟ وصلت للضرب لأنها رفع صوته على رجال كبير. أقل واجب إنه يحترم. واحد فيه شيء اسمه احترام. الرجال ده كبر أبوك ولا كبر رجل. أنت واصل من درجة العصبية إنه قاعد ترجف، جسمك يرجف من القهر. أكيد. إحنا بشر. ولنا يعني احترامنا وهو كبير سن ولا احترامه حتى لو انه عنده ظرف ما يتعامل معه زي كذا. الدنيا ما تستاهل على 100 ريال ولا 50 ريال اني امسك رجال بجيبات واهينه. ما احب حدا كبير محتاج يتقهر مهما حصل. ما بحب القهر.